انما ليه حل. بص الفيديو ده كده مثلا، يعني لما رئيس الشيشان مع رئيس روسيا اتعرض لموقف محرج، نشوف كده ازاي حل المسألة. بص كده، конфликт возник с первых секунд встречи. Яндарбиев хотел сидеть за столом напротив Ельцина. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами взять игру. Я приехал с вами взять. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если на это будет не равны, мы должны быть вот. Но мы не равны с вами. Садитесь. Вы сейчас, я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Я с вами не тон. Надо, чтобы прекратить кровь, поэтому хватит, отвоевались. Я прошу сесть с этой стороны, Лариса Яндарбиевым подбежала к Кремлю. Будаева уже месяц как не было живой. Да бقى ايه الشيشان اللي كانت ايه مجموعة من القوى الاسلامية بتحارب روسيا اللي هي محتلية الشيشان اللي كانت جزء من روسيا. يعني طول عمر الشيشان، طبعا انت عارفين الاتحاد السوفيتي الكبير اللي كان فيه رومانيا، كل القصص دي كان في الاتحاد السوفيتي منها الشيشان. يعني دولة بيكلم رئيس دولة كانت محتلة، قال له لا اقعد قدام، قال له انا ما اقعدش جنبك، انا اقعد تقعد قصادي. فضلوا ماسكين في بعض لحد ما يلسن قام كالجزمة قعد قصاده. وده مين؟ دي دولة ما كانتش موجودة اصلا، دي مش مصر يا اخوانا. اهو بيقولوا لا انا رئيس وانت رئيس، انت ازاي تقعد هنا وعايزنا نقعد على طرف الترابيزه، تيجي تقعد قصادي هناك قدامي في المفاوضات وقدام الصحف وشايفين الكاميرات انما لا، خلي بالك اللي بيتكلم ده الله يرحمه بقى ويحسن اليه زليم خان، ده مفيش دوله، ده ما كانش دوله، ده كانوا بيتخلصوا من الاحتلال الروسي. يعني لا في دوله ولا هو طبعا عندهم حضاره، مش قصدي يعني، بس قصدي اقول كاستقلال يعني مش موجوده خالص. ده بيكلم المحتل بتاعه اللي بيحاربه، لا تقف قصادي هنا. فيلسن يندى الموظف اهو يقول له انت تعالى انت هنا جنب مكاني وانا هقعد مكانك، ويقوم يلسن اللي انقلب على جورباتشوف، ويقوم يلسن عادي زي الحلاوه قدام الكاميرات يقف عشان يقعد قصاد واحد مفترض بالعرف الدبلوماسي متمرد عليه. مع زليم خان ده الله يرحمه متمرد على يلسن على روسيا. بص قعدوا قصاد بعض. ليها حل. يعني في العرف الدبلوماسي زليم خان ده متمرد على السيطرة الروسية، وان الشيشان دي جزء من روسيا من الاتحاد السوفيتي، وان يلسن ده رئيس اكبر دولة في العالم او واحدة من كبريات الدول في العالم، تاني اكبر دولة في العالم، ومع ذلك المتمرد ده يجبر الرئيس الدولة عشان يقعد قصاده. ليها حل، لكن ما تقعدش كده. ليها حل. هنقول ان هو راح فجأة قاعد مثلا، لا معلش وقف التصوير، لكن ده واقف ياخد التصوير عادي. شفتوا الحقارة؟ شفتوا الدناءة؟